كل الكلمات الحماسية تنقال بهذا المكان. العرض الخطير على طول يطير، الحق أو ما تلحق، عرض نار وشرار وجبار. وين المستشار الذهبي للأثاث المخفض؟ المستودع موجود بحي المجيدية، حي المستودعات. طبعا هذا العرض القوي راح يكون إلى 5 مارس أو حتى نفاذ الكمية. ما شاء الله تبارك. نبدأ معاكم عرضنا بهذا الطقم الزاوية. طبعا هذا مقاسه 6 متر، تقدرون تشكلونه 4 متر بمترين أو 3 متر بثلاثة متر. كم سعره يا جماعة؟ صدق أو لا تصدق 699 ريال بس، ومتوفر منه عدة ألوان. أصور لكم ألوانه الآن، وهذه الألوان من هنا إلين الآخر، طب وتخير 699 بس. طبعا ما شاء الله تبارك الله، ما تلحق البضايع هنا عندهم. هذا الطقم 4 قطع، ثنائية وثلاثية وثنتين مفرد، حق 7 أشخاص. عندكم هذا الموديل ومتوفر منه عدة ألوان، وعندكم هذا موديل آخر متوفر منه عدة ألوان. يعني عندكم هذا الشكل المدور، عندكم الأشكال الكلاسيكية المودرن، حق 7 أشخاص ومتوفر منه عدة ألوان، 1250 ريال. عرض تاريخي من جد يا جماعة. الإعلان صدمة. هذا الطقم حق 11 شخص، 5 قطع. عندكم هذه ثلاثية 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 ومعاها الثنتين المفردات. السعر كم؟ 1650 ريال بس، متوفر منه عدة ألوان. بطل العرض. هذا الطقم كلاسيكي وأيضا متوفر منه عدة ألوان، 11 شخص، 5 قطع، 2445 ريال بس. طبعا الأسعار هذه استلام من المستودع بدون توصيل، والأسعار شاملة الضريبة. طاولة بيضاوية أو دائرية ومعاها 4 طاولات ضيافة ب 195 ريال بس. يا جماعة شلون ما يطلع ترند الإعلان هذا؟ جزامة ب 88 ريال بس. طاولة تلفزيون مقاسها 1.60 متر، سعرها ب 88 ريال بس يا جماعة، ومتوفر منها ما شاء الله تبارك الله كميات. طبعا عندكم الحلق الذهبي المقبض، وعندكم هذه المقبض الأسود. أنا مصدوم يا جماعة. السراير طبعا بدون المرتبة. هذا السرير كم سعره؟ نفر ب 99 ريال بس. وهذا السرير المخمل طبعا هذا نفر البوكس فقط 195 ريال بس، متوفر منه عدة ألوان. وهذا المقاس الأكبر النفر ونص 295 ريال، طبعا متوفر منه عدة ألوان. ونختم معاكم تغطيتنا بالأشجار الصناعية، وعرض مجنون يا جماعة. وأنا أقول الحق أو ما تلحق. طبعا متوفر منهم عدة أشكال، والسعر 49 ريال بس. طبعا لكل عميل حبة واحدة فقط عشان الكل يستفيد من العرض. عرض تاريخي ب 49 ريال بس. أنا الآن باخذ لي واحدة، هذه مرة عجبتني. طبعا هذا العرض القوي والناري يشمل الفرع اللي أنا موجود فيه القطيف المجيدية، ويشمل فرعهم اللي موجود بالخبر، وفرعهم اللي موجود بالعزيزية، وفرعهم اللي موجود بالدمام بحي المنار.